بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيتر بيور، أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. والنهاردة في بداية الحلقة بحب أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور مجدي القاضي. أستاذ الدكتور مجدي القاضي هو أستاذ أمراض الدواجن المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وعميد الكلية السابق، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة تركيبة الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الأمراض البيطرية، أمراض الدواجن والأسماك والبطنة والمعدية. أيضا أستاذنا الدكتور مجدي القاضي هو رئيس مجلس إدارة الجمعية البيطرية المصرية للدواجن. أهلا بك دكتور مجدي. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك بسادة مشاهدين. الله يخليك. ورأي حضرتك في وجود برنامج متخصص في الطب البيطري، هل ده كنا محتاجينه ولا حاجة زيادة ملهاش لازمة، ولا إيه رأي حضرتك في وجود برنامج زي بيطري بيور بيناقش مشاكل الطب البيطري ويكون دائم ومستمر؟ هذا طبعا برنامج مطلوب جدا. ده انت عارف حضرتك الطب البيطري النوافذ بتاعته الإعلامية مش كتير، فإحنا دايما بنرحب وبنساعد وبنتمنى وجود قنوات وبرامج أخرى متخصصة في الطب البيطري بتنشر الوعي للسادة المشاهدين والسادة المربين والمنتجين، من خلالها نقدر نطرح مشاكلنا اللي يعاني منها المنتجين والمستثمرين في مجالات الإنتاج بشكل عام. طب يا دكتور مجدي، بحب حضرتك تدي للسادة المشاهدين فكرة عن حجم الإنتاج الدجاني في مصر والكمية العلف المستهلكة ومعامل التحويل وبعض الأرقام اللي من خلالها بنعرف جدول الموضوع وأهميته وقد ايه هو مؤثر بالنسبة لنا ومهم بالنسبة لنا. شوف، أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني إحنا في مصر تقريبا تعداد السكان 100 مليون مواطن، إحنا بننتج تقريبا 1.2 مليار دجاج التسمين، وده الحقيقة ده الرقم ده كان نصف هذا الرقم من في 2006 ساعة الإنفلونزا ما دخلت. دلوقتي إحنا بننتج 1.2 مليار، يعني تقريبا متوسط 12 دجاجة لكل مواطن من شعب مصر. وده الانتاج ده سنوي، ده انتاج سنوي، يعني ده نصيب الفرد في السنة. ما نيجي نقارن ببعض الدول في المنطقة هنلاقي إحنا معدلاتنا قليلة، إحنا أقل من تركيا، أقل من إيران، أقل من السعودية، أقل من إسرائيل بكتير. يعني على سبيل المثال، مثلا إحنا أقل من السعودية. السعودية تقريبا نصيب الفرد 44 دجاجة في السنة، إحنا 12، فتقريبا الربع يعني. فطبعا ده بيوضح نقطة مهمة جدا، إن صناعة الدواجن في مصر صناعة واعدة ممكن تزيد بسرعة إذا ما تحسنت القوة الشرائية والحالة الاقتصادية للمواطن المصري. الاستهلاك بيزيد، البروتين الصحي اللي بيطلع من الدواجن يعتبر أرخص نسبيا من البديل بتاعه سواء لحوم حمراء أو أسماك، فيعتبر نسبيا أرخص أنواع البروتين اللي بيتناولها المواطن المصري. الفرخة بتوصل عند التسويق وزنها قد ايه تقريبا؟ تقريبا من 2.25 لـ2.5 كيلو. طب اعتقاد الناس، يعني ساعات كده يقول لك ده فراخ بيضة، ده مش زي الفراخ البلدي في قيمتها الغذائية، فهل ده الكلام ده صحيح ولا؟ لا، هي القيمة الغذائية واحدة، ولكن هي النمط الاستهلاكي في مصر اتعود لسنوات كثيرة على استهلاك الدجاج البلدي، وطبعا علشان المعدلات النمو في الدجاج البلدي أقل كتير من الدجاج الأبيض، فبيبقى له شوية يعني طعم مميز شوية عن الأبيض. إنما الدجاج الأبيض صحيا أو غذائيا القيمة الغذائية لا تقل عن البلدي. طب يا دكتور، بالنسبة للمشاكل اللي بتواجه المربي زي تذبذب سعر الكتكوت وتذبذب أو اختلاف سعر البيع ماشي أو التسويق، ودور اتحاد مربي الدواجن وبورصة الدواجن من كده، وإيه رأي حضرتك إزاي نحمي الصناعة دي ومن خلالها نقدر نمنع الاستيراد؟ دي حاجة. الحاجة التانية ممكن نصدر، الحاجة التالتة ممكن نوجد فرص عمل لأهالينا وأبنائنا. يعني أنا هاخد من آخر كلام حضرتك، التصدير
احنا بالفعل كنا بدأنا نصدر قبل كارثة او ازمة الانفلونزا الطيور في 2006، ولكن نتيجة اصابة القطعان بتاعتنا بفيروس انفلونزا الطيور شديد التراول H5N1 تم عمل حظر علينا كدولة للتصدير، وبقى استهلاكنا يعني او انتاجنا للاستهلاك المحلي، فده طبعا اثر على النافذه اللي كانت بشويه بترفع من سعر الدواجن، فاصبح الاستهلاك المحلي. ولو ان في السنوات الاخيره تم تسجيل حوالي 14 منشاه انتاجيه في مصر خاليه من انفلونزا الطيور ومسموح ليها انها تصدر، الا ان الدول اللي بتستورد دايما بتستورد من دوله بتستورد من منشاه بشكل مخصص يعني، فبيبقى في صعوبه في التطبيق او الاستفاده من هذا الجانب يعني. تمام يا دكتور، يعني لو قلنا مثلا ايه الدول اللي كنا بنصدر لها؟ كنا بدانا نصدر لشرق اسيا وبعض دول الخليج وبعض دول في افريقيا، صدرنا بيض مائده، صدرنا دجاج مذبوح، صدرنا كتاكيت عمر يوم، ولكن للاسف طبعا كل ده توقف يعني. طب يا دكتور برضه بالنسبه لسعر اللقاحات والادويه ايه رايك فيه؟ هل هو بيزيد ولا بيقل، ولا المعروض لما بيزيد السعر بينزل؟ هو الحقيقه التكلفه الكليه بتاعت الدجاج اللي هي بتشمل العليقه، ثمن الكتكوت، بتشمل الادويه، بتشمل اللقاحات، بتشمل بند مهم جدا وهو بند التدفئه، لان احنا بندفي عنبر مساحته من 500 متر الى 1000 متر، بنحاول ندفيه عشان نوصل لدرجه حراره مناسبه لعمر الكتكوت ومناسبه للمتطلبات الحراريه اللي بيطلبها الكتكوت عشان ما يتعرضش لمشاكل صحيه. اصبحت بقت عبء كبير جدا على المنتج ان هو يقدر يوفي او يوفي المتطلبات بتاع الكتكوت، وفي نفس الوقت يقدر ينافس بالاسعار السوقيه اللي موجوده دلوقتي. يعني اسعار السوق ما زالت نسبيا منخفضه، وكثير من المربيين وكثير من المنتجين بيتعرضوا لخسائر شديده جدا نتيجه انخفاض سعر البيع عن تكاليف الانتاج. حضرتك اتكلمت عن التدفئه وكده وفكرتني بفصل الشتاء اللي احنا فيه، فاحب استفسر من حضرتك على مشاكل التسمين في فصل الشتاء. يعني هو انا عاوزين نتكلم على دجاج التسمين بشكل عام، لان الدجاجه دي الكتكوت بيجي عمره يوم وزنه 40 جرام. فبيتضاعف في خلال 35 يوم الى 2 كيلو 2 كيلو وربع يعني. حد لحضرتك مثال بسيط، الكتكوت 40 جرام عمره يوم بيوصل وزنه في نهايه الاسبوع الاولاني من 180 ل 200 جرام. يعني بيزيد تقريبا من 4.5 مرات الى 5 مرات من حجمه الطبيعي، وده اسرع كائن بيتم النمو فيه في فتره قصيره جدا. النمو السريع ده هو بيخلي احتياجات الجسم من الغذاء والحراره بتبقى خاصه شويه وعاليه جدا يعني. التكلفه ايضا بيشمل فيها العلف والادويه واللقاحات، كل ده بيرفع ثمن التكلفه. النمو السريع ده ايضا بيأثر على الجهاز المناعي بتاع الطائر، وبيأثر برضو على تحمله لبعض المشاكل المناخية زي درجة حرارة ورطوبة وكلام ده، فبيحتاج درجات حرارة معينة وبيحتاج سرعة هواء معينة جوه العنبر. العنابر بتاعتنا القديمة اللي موجودة بشكل منتشر الحيطان بتاعتها والجدران بتاعتها العزل بتاعه ضعيف، فأصبح ما بيعرفش يمسك حرارة فترة كبيرة، فده بيحتاج طبعا تحديث للعنابر، أو إن احنا بنتخلص من عنابرنا القديمة وبنبني عنابر جديدة يعني مجهزة بطريقة معينة بحيث إنها تقلل التسريب الحراري وتحافظ على درجة الحرارة وتقلل من التكلفة. دكتور، لو قلنا إن أهم مشاكل فراخ التسمين أو دجاج التسمين هي مشاكل جهاز هضمي ومشاكل جهاز تنفسي، على اساس الجهاز الهضمي طبعا ده المسؤول عن الهضم والامتصاص ومعدل التحويل الغذائي، والجهاز التنفسي طبعا بما اننا في فصل الشتاء وكده، فنشوف انه اهم عشان نبدا بيه سلسله حلقاتنا اللي زي ما حضرتك وعدتنا هتبقى
حلقة كل شهر يعني وكده. بإذن الله. هو الحقيقة طبعا احنا عندنا في أجهزة حيوية في جسم الطائر. أول حاجة الجهاز التنفسي، تاني حاجة الجهاز المعوي والهضمي، تالت حاجة الجهاز المناعي. الحقيقة كل جهاز من الأجهزة الثلاثة دول له أمراض معينة بتؤثر عليه سلبيا إذا ما حصل إصابة يعني. إذا كلمنا على مشاكل الجهاز التنفسي فعندنا مشاكل بكتيرية وعندنا مشاكل فيروسية. مشاكل بكتيرية أهمها الميكوبلازما والميكروب القولوني أو الإشريشة كولاي. المشاكل الفيروسية عندنا تقريبا أربع أمراض مهمة جدا وحيوية جدا، هو مرض النيوكاسل ومرض الالتهاب الشعبي وعدوى الإنفلونزا الطيور، سواء كنا نتكلم على إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة أو إنفلونزا الطيور متوسطة الضراوة أو منخفضة الضراوة. المشاكل الفيروسية والمشاكل البكتيرية دي حقيقة بتأثر بشكل مهم جدا على الإنتاج، بتأثر بشكل سلبي على معامل التحويل وعلى النمو. أحيانا مش أحيانا ده دائما بتعمل مشاكل نفوق أو يعني وفيات عالية في القطعان اللي بتتعرض للإصابة، ما لم يكن هذه أو ما لم تكن هذه القطعان محصنة ضد الأمراض المختلفة. نقدر نقول إن المربي في فصل الشتاء الاحتياطات اللي المفروض يتخذها علشان يعدي بيه الدورة بتاعته سليمة دون خسائر. أو توصيات حضرتك ليه؟ يعني طبعا رقم واحد إن هو يلتزم بكل بنود الأمن الحيوي. الأمن الحيوي وهو طرق التربية، المساحة المخصصة للطيور، ما بقاش فيه زحام، ما بقاش فيه اللي هي 10 في الشتاء و8 في الصيف في المتر. ده لو كنا بنتكلم على العنابر المفتوحة. هو دلوقتي الكلام الحديث ما عادش بيتكلم بقى بالعدد، بيتكلم بالكيلوغرام على المتر المربع. فإذا كنا بنتكلم على مثلا العنابر المقفولة بنتكلم على 40 كيلو في المتر المربع. اللي هي التربية المكثفة. أيوة. أو إذا كنا بنتكلم على عنابر مفتوحة. ودي بس من وضع حسنا المشاهدين، يعني دي بتبقى مثلا في فاص في بطاريات وكده ولا؟ لا لا لا، ده غير البطاريات، ده البطاريات بيبقى تضرب في ثلاثة كمان. يعني في بطاريات 60 كيلو على المتر المربع. 60 بتبقى ثلاث أدوار بقى. لأن بيبقى كذا دور فوق بعضه. إنما احنا بنتكلم على التربية الأرضية اللي هي الأكثر شيوعا يعني. تربية أرضية ولكن تربية مكثفة، يعني نظام مغلق. المكثفة اللي هي النظام المغلق اللي هو كمية الهواء محسوبة، كمية المساحة الأرضية محسوبة، المراوح محسوبة، الأمونيا في أقل معدلاتها، كل ده الحاجات المرتبطة بالتهوية الجيدة والجهاز التنفسي بتاع الطائر. لأن كل الحاجات دي بتأثر، يعني زيادة معدلات الأمونيا أو نقص الأكسجين بيأثر سلبيا على الجهاز التنفسي من غير أمراض فيروسية من غير حاجة. تمام دكتور مجدي، نستأذن حضرتك ناخد فاصل ونرجع تاني. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل، اوعى تروح في أي حتة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيطري بيور، مع لقاء الشيق والمميز مع استاذنا الدكتور مجدي القاضي عميد كليه طب بيطري بني سويف السابق.
ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الأمراض البيطرية. بنرحب بيك مرة تانية دكتور مجدي، وبنكمل استفساراتنا وبنلبي احتياجات المربي اللي هو عاوز يعرفها من حضرتك، وبالضبط بالتحديد المشاكل القابلة للعلاج، مشاكل دجاج التسمين القابلة للإيه؟ القابلة للعلاج أو الحل. يعني هو الحقيقة طبعا في بعض المشاكل قابلة للعلاج، ولكن بشكل عام في الدواجن مبدأ الوقاية خير من العلاج مبدأ مهم جدا، لأن مجرد القطيع ما بيتعرض لمشكلة مرضية وبعالجه حتى لو يعني تحسن من المشكلة بيبقى عدى وقت، الوقت ده بيبقى بخسائر بأدوية وتكلفة زيادة، فكل ده طبعا بيبقى من خصما من ربحية المربي. فالدورة كلها في التسمين بتبقى من 32 ل 35 يوم، فهي دورة قصيرة، فاليوم فيها بيبقى مهم جدا، يعني اليوم بالنسبة لقصر الدورة بيبقى مهم جدا. فاليوم نفسه اللي ما بيحصلش فيه زيادة وزنية في معدلات النمو أو اللي معامل التحويل فيه بيتأثر، كل ده بيعتبر خسائر. الأدوية اللي بنستخدمها مكلفة، ولأن احنا لو ظهر نسبة في الفراخ أو في القطيع ولو حتى 5% بضطر أعالج القطيع كله، فده بيبقى زيادة في التكلفة بتاعت الإنتاج. فبالتالي أنا دايما يعني بناشد وبأهيب بكل المنتجين إن هو يتجنب الأمراض بقدر الإمكان حتى لا يلجأ للعلاج. بمعنى عندنا لو اتكلمنا عن الأمراض القابلة للعلاج هي زي مايكوبلازما مثلا والإشريشيا كولاي أو الميكروب القولوني، ولكن لو أنا قدرت أحصل على كتكوت خالي من الميكوبلازما أو من شركة أمهات بتبيع كتاكيت خالية من الميكوبلازما، ده هيديني ميزة نسبية جيدة جدا في ان انا اقدر احصل على معامل تحويل كويس، وفي نفس الوقت اقدر اتجنب مصاريف زياده في مراحل الانتاج المختلفه. الاشريشيا كولاي برضو ده ميكروب دايما مصاحب للاصابه بالميكوبلازما، وقد ينتج نتيجه او يعني يحصل اصابه نتيجه تاثر عمليه التهويه في العنبر. فبالتالي طول ما انا محافظ على التهويه الجيده وعلى معدلات الهواء او سرعه الهواء المطلوبه للقطيع بتاعي، كل ما بتجنب اي مشكله تنفسيه قد تنتج من الميكوبلازما او الايكول. طب يا دكتور، ممكن يبقى في اعراض مميزه بحيث يبقى في تشخيص مبدئي للحاله، مثلا نقول حتى نوفر الوقت او نبقى سسبكت او بنتوقع مرض معين بعد كده نشوف بقى يعني يعني هو دلوقتي انتاج الدواجن بقى عامل بكتالوج، يعني كل سلاله بقى لها كتالوج، ودايما انا بقارن النتائج الحقليه اللي قدامي بالنتائج القياسيه اللي موجوده في الكتالوج من ناحيه استهلاك العلف، استهلاك الميه، زياده الوزنيه اليوميه في كتكوت، ومعامل التحويل. طول ما الاربع بارامترز دول موجودين معايا اقدر اعرف ان انا ماشي على الخط الصحيح ولا محتاج ان انا اعرف ان في مشكله ولا لا. يعني مش هستنى ما يبان اعراض، مجرد مثلا انخفاض في معدلات استهلاك العلف، كل ده اقدر الاحظه قبل ما حتى تبان اعراض على الطيور. فاذا كنت بتكلم مثلا على كتكوت تسمين عمر يوم بجيبه 40 جرام ولاحظت من الاسبوع الاولاني ان هو ما استهلكش كميه العلف الخاصه بيه او ما وصلش للوزن الحد الادنى بتاعه اللي هو 180 جرام مثلا، اقدر الاحظ ان في مشكله وابدا اعالجها في الاسبوع الاولاني قبل ما اوصل للاسبوع الثاني. يعني عاوزه متابعه جيده ووزن دوري طبعا كل اسبوع ولا كل يعني هو المفروض ان احنا بناخد عينات كل اسبوع، بس انا بلاحظ من استهلاك العلف وممكن اخد عينات عشوائيه كده في خلال الاسبوع علشان اعرف ان انا على الران واي ولا لا. تمام يا دكتور. طب هو دلوقتي لو قلنا ان الناس بتشكي من الخساره برضو، يعني ايه احنا كنا زمان بنقول ايه ده لو حقق نسبه نفوق قليله
او حقق وزن عالي يبقى كده كسبان بدرجه كبيره. طب ممكن بيحقق برضو وزن كويس او معدل تحويل غذائي جيد ونسبه نفوق قليله، انما في النهايه برضو بنلاقي مثلا ايه البورصه والسعر ما ساعدش الصناعه. فعايزين نعرف الخلل فين بالظبط. يعني هو انا عاوز اقول ان صناعه الدواجن دلوقتي بقت فيها منافسه عاليه جدا، بقى في شركات عملاقه بتخش السوق بتكلف عنابرها وبتجهز عنابرها بشكل مثالي مقارنه بالعنابر القديمه اللي موجوده عند التربيه اللي هي الفراجمنتد او التربيه الفرديه، فاصبحت تكلفه الوحده على المنتج الكبير اقل بكتير. اللعبه دلوقتي الاسعار عاليه على الجميع، بس اللعبه دلوقتي بقت في توفير التكلفه بتاعت الانتاج. يعني الكيلو بيتكلف عليها كام؟ انا كمنتج كبير اقدر اكلف الكيلو مثلا 20 جنيه، المنتج الصغير يقدر يكلفه 21 جنيه او 22 جنيه. وبالتالي النهارده لو عندي انخفاض في معدلات الاسعار اللي هي اسعار البيع، المنتج اللي هو بيكلف اقل ممكن يبقى عنده فرصه للمكسب اكتر بكتير من المنتج اللي مش قادر يلم التكاليف بتاعته. حاجة دكتور مجدي، الحديث مع حضرتك شيق ومفيد للغاية، ولكن دايما كده وقت الحلقة بيداهمنا وبينتهي، فعلى وعد بلقاء تاني وتالت مع حضرتك بحيث نلبي احتياجات المربيين انهم يستفيدوا من خبرة حضرتك كده. يا اهلا وسهلا، توعدنا يعني بكده و انا اتشرف واتورحك طبعا. اهلا وسهلا بيك. اهلا، اعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة بشكر ضيفي الاستاذ دكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البيطري بني سويف السابق، ورئيس لجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الأمراض البيطرية، ورئيس الجمعية البيطرية المصرية للدواجن. واستنونا كل يوم 4 الساعة 8:30 على قناة الصحة والجمال، هنقول لكم كل حاجة خاصة بالبروتين الحيواني سواء كان إنتاجه أو سلامته والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكمان الحيوانات الأليفة، وكمان اللي حابب برضو تربية الخيول. كل دي أهداف بيطري بيور، البرنامج الأسرة المصرية والعربية. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.